أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. دائما ما نشد للحديث عن البيئة البحرية، وكثيرا ما نجد أنفسنا بحاجة للعيش بمغامرة خاصة في عالم البحار، لكن أكيد خوفنا المترسب منذ القدم من البحار وأهواله هو يدفعنا للتردد. إحنا اليوم بهذه الفقرة حابين نتكلم بإيجابية جدا عن عالم البحار، وإيش الطاقة الإيجابية اللي ممكن نستمدها من عالم البحر، واكيد اللي حيفيدنا اكثر بهذا الموضوع ضيفنا الكريم بالاستوديو. احنا معنا مدرب الغوص كابتن ابراهيم التركي. يسعد لي مساك. اهلا وسهلا، مساك كيف حالك؟ نور ان شاء الله، الله يخليك. منور سيدتي. نعم. الله يكرمك يا رب. معروف عنك، كل الدنيا عارفه عنك انك انت صديق البحر الاول، صح ولا لا؟ مظبوط. يعني في علاقه غريبه اعتقد بينك وبين البحر، مش من طرفك، من الطرفين، هذا اللي انا اعتقده. حاله عشق بينه وبين البحر اساسا، يعني من جد انا اعتبر كده. لكن في ناس انت قدرت تكتشف او قدرت تكتشف السر بالمتعه الموجوده بداخل البحر، لكن غيرك ما اكتشف لسه. ايش المتعه اللي احنا ما نعرفها؟ اول حاجه الخوف من المجهول او العمل على انك انت تبعد عن الاشياء كونك ما جربتها. هذه هي الفقره المهمه انك انت لازم تكسرها. صح. اذا كسرتها حتبدا تشوف اللي انا شايفه وغيري من الناس التانيين اللي شايفينه. يعني هي جزئية الخوف اللي تبدأ تبعد بيني وبين متعة البحر. بالضبط. أوف. أشياء كثير في حياتنا لو كسرناها وشلنا الخوف جانب راح نقدر نستمتع فيها بطريقة رائعة. إيش الأشياء هذه؟ الأشياء اللي نكسرها، أول حاجة نكسر الخوف. نكسر الخوف ونكسر الشيء اللي احنا دائما نحطه توقع سلبي. ما احنا خايفين، لكن ايش الاشياء اللي احنا حنستمتع فيها لو كسرنا الخوف؟ اول حاجه البيئه البحريه. طيب، تحت سقف البحر في عالم ثاني، في كره ارضيه جزء 75% من الجزء من الكره الارضيه تاني. ايه بالضبط، احنا ما نعرفه. صح. ما نعرف غير ان احنا نسبح في مسابح ونسبح في بحر، ولكن تحت ايش اللي بيصير احنا ما نعرف. صح صح صح. طيب، يعني دائما يقول لك في رابط بين المزاج الايجابي والسعيد، بيقول لك المزاج الرايق كده وريلاكسنج والبحر، ايش علاقه دابته؟ اول حاجه المعروف عن البحر، لما أنا وإنت والمشاهد وأي أحد بيجيله حالة من الضيق بيروح يجلس على البحر. أيوة، إيش السر؟ السر سبحان الله إنه الموية والملح لها تأثير. صح. إيجابي رائع في نفسياتنا. يعني لما أنت بتجلس على البحر وبتجلس ساعات مبتدة، أول حاجة امتداد نظرك لمساحة مفتوحة، هذا بديكي طاقة إيجابية. اثنين، انت لما بتشمي ريحة اليود، اوكي، هذا بيعطيكي برضو نوع من الإيجابية، وانك انت بتنزل همومك في البحر زي ما بيقولوا. يعني اليود ممكن نقول انه هو، انا ما اعرف الصراحة، هو طارد للنيجاتيف انرجي. بالضبط. اوكي، طيب انت لما تيجي تنزلي تسبحي في البحر او تغوصي وتخلطي جسمك بالموية والملح، معناته انك انت طردتي السلبية تماما واستبدلتيها بإيجابية. السلبية طردتها كيف؟ من خلال حركاتي جوا الموية. مجرد سبحان الله ملامسة الموية حقت البحر للجسم، أوكي، تبدأ تخرج السلبية من عندك. أضف إلى ذلك مجرد النظر للكائنات البحرية تحت البحر، بالإضافة إلى المرجان، النظر لامتداد البحر. بالضبط. وألوان المرجان تحت والحياة والدنيا اللي موجودة تحت، هذه بنفسها تدخلك سعادة وسرور في نفسك. بس هذا للدايفرز، الناس اللي بيغوصوا، لكن الناس اللي بيجلسوا، بحس انه في ناس تحط كرسي كده تحب تجلس تطالع. هذا بالنسبه للناس اللي هي بتفتح مساحات حره لعيونها. طب في جزئيه ثانيه تصدق اللي هي اسمع دائما الناس يقول لك، وانا شخصيا بسمعها وبحس فيها، صوت المويه، صوت البحر. هذه تعمل لك ريلاكس للنفس سبحان الله. عشان كذا تحصلي في اماكن كثير سباهات بيستخدموا العلاج بالماء.
اوكي فتخيلي نفسك تحت المويه، انت بتسمعي صوت الفقاعات اللي انت بتتنفسيها وصوت الـ 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 البيئه تحت كيف بتكون. يعني في اشياء فسيولوجيه بتصير فينا لمجرد ما احنا بنلابس المياه، مجرد ما نطالع في المياه، مجرد أي. سيكولوجيه لتسي كمان أي. نفسيه على يمكن بالدرجه الاولى كمان، مجرد مزبط. ما نسمع صوت المياه. مزبط. انا حسألك هذا السؤال لكن بامانه انا عارفه اجابته. اجمل انواع الرياضات اللي بنمارسها في البحر؟ اي حاجه متعلقه بالبحر فهي رائعه. اوكي، وكوني مدرب غوص حشجع واقول اتدرب غوص. اوكي، ليه؟ لانه الغوص حيفتح لك مجالات كثير، حيفتح لك سنوركلينج اللي هو الغطس الحر، حيفتح لك السباحه، حيفتح لك الجيت سكي، الدبابات البحريه، حيفتح لك الرحلات البحريه بالابوات. وانا استغل الفرصه هذه كون انه احنا في اجازه. اوكي، لازم يعرفوا الناس انه السياحه عندنا كبلد سياح ساحلي اوكي متعدد المجالات. انا اعرف من خلال كمان مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه فيك، سناب شات مثلا، بشوفك انت كيف بتصور بعض مناطق المملكه السياحيه، يعني رحت على اكثر من بقعه بحريه مظبوط وصورت اشياء يمكن خلينا نتكلم بصراحه انا ما سمعت عنها لكن ما قد شفتها. مظبوط صحيح. على امتداد الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية في عندنا شواطئ وبحر ورملة ما بنشوفها إلا لما نسافر على المالديف والأماكن هذه، بغض النظر إذا كان في نوع الشجر يختلف زي إيه عشان الناس مقبلة على ممتاز إجازة. ممتاز. زي إيش الشواطئ؟ أوكي، مثلا زي الوجه، زي أملج، الأماكن هذه ترى جدا رائعة. صح، جدا رائعة. فاللي حابب إن هو، ما حقول لك إنه يروح، ولكن اللي حابب إن هو يشوفها ترى موجودة مفتوحة للجميع ومصرح للجميع إن هو يخيم فيها. طيب كوننا أنا هرجع لك سؤالي اللي هو إيش الرياضات المفيدة والمهمة في البحر، قلت لي أنا أركز، كل الرياضات حلوة لكن أركز على الغوص. ليه؟ لأنه هل تعتبر إنه الغوص تخطى مرحلة الترفيه؟ لا، الغوص هو اسمه غوص ترفيهي. اوكي، سكوبا دايفنج. بالضبط، سكوبا دايفنج اسمه غوص ترفيهي. اضف الى ذلك بقول لك على معلومه الجميع يعلمها، انه احد الخلفاء الراشدين اوصى بعلموا ابنائكم او اولادكم السباحه والرمايه وركوب الخيل. الرياضات هذه بتبني الثقه في النفس، تمام، وبتبني الاصرار والتحدي وكسر الخوف. جميل جميل. طب احنا ليش، ابغى اسال سؤال بامانه، ليش الاطفال وحتى الكبار لما بيكبروا في خوف من البحر؟ ايش الجزئيه؟ يعني مثلا الغوص ممكن، ها افهم شيء انه سمكه مثلا شكلها كده او شيء شكله كده ممكن يخوفني اني انا بعيده، لكن بشكل عام البحر، السباحه، العوم، الاشياء دي، ليه في ترسبات من الخوف من البحر، خوف من البحر؟ في احدى المقاطع اللي انا سجلتها في سناب شات اللي هو الخوف، وواحدة من الجزئيات اللي سجلتها انه احنا دائما نقول لابنائنا انه البحر غدار، وهذه مقولة خاطئة. هو مش غدار ابدا، هي مو غدار. اوكي، البحر ما هو غدار بقدر ما احنا بنسيء التصرف ولا نحسن التصرف في المواقف. يعني مثلا للمثال اغلب الحوادث حقت الغرق اللي بتصير بسبب ايش؟ بسبب انه الاقدام لإنقاذ الغريق سواء ابن أو أخت، الله لا يكتب على أحد، أمين، بيكون استخدام العواطف. أنا بستخدم عاطفتي عشان أروح أنقذ، طب أنا ما حميت نفسي أساسا. أوكي، كيف أروح أنقذ أحد؟ فهذا اسمه ما هو غدار، هذا اسمه سوء تصرف. ففي أشياء كثير ياريت الناس حقيقة تقرأ، ياريت الناس تطلع، عشان إحنا في أجازة وحنستخدم مسابح وحنستخدم بحر وحننزل ونستمتع. تمام. طيب كونك يعني بتتكلم على تعليمهم السباحة، إيش العمر المثالي لتعليم الأطفال السباحة؟ خليني أتكلم معك علميا. من الشهر الثاني. أوه نعم، ترى صح، أنا شفت فيديوهات كده أشياء صغيرة كده برموها في البحر وبيطلع. بالضبط، ده صح. أي صح، الطفل سبحان الله فطرة، من الشهر الثاني بس تحطيه يقلب نفسه سبحان الله، وإذا كان على وشه يكتم نفسه إلى ما يقلب. بس الموضوع ده يبغى له دراسه، دحين يجوا الابهات والامهات يرموا الولد في لا مش يرمي كمان، انا 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 ولدي بالنسبه لي انا منزله من الشهر الثاني تعلم ما شاء الله تبارك الله السباحه من صغره، من طفولته. في اليه معينه؟
برضو خوف، شيلوا الخوف من نفسكم، شيلوا الخوف من قلبك. إذا شلت الخوف افضلي جنبه وعلميه. كيف تعلمه؟ هل إنه هي تحطه في الموية يتعلم يحرك رجوله، إيش بالضبط؟ بس تحطه في الموية وخلاص. في غريزة الحياة. يس. لأنه هو سبحان الله بيكون في الرحم سبحان الله التكوين تبعه مخلوط مع الماء. جميل جدا. جميل. بس هذا طبعا بيكون في مسابح خاصة، في أشياء زي كده، مش في البحر. مسبح. مسبح. نبدأ في مسبح بالضبط. طب كيف شايف اهتمام العوائل الآن في البيئة البحرية؟ في استهتار شايف؟ في شايف تعامل لطيف؟ كيف شايف؟ أتمنى إنه الجميع يعلم تماما إنه الحفاظ على شوارعنا إنها تكون نظيفة ترى بالضبط زيها البحر. نحتاج إنه الشوارع في البحر، في عفوا، نحتاج إنه الشوارع لما نكون في البحر جالسين ما نرمي الفضلات في البحر. نحافظ على الشواطئ نظيفة. بالضبط. طب كونه إحنا الآن مقبلين على إجازات، وباختصار الآن إيش النصيحة اللي تعطيها للمشاهدين اللي مثلا نضمن اللي عندهم أطفال عندهم whatever نضمن سلامتهم؟ المراقبة، مراقبة أطفالكم، مراقبة الوضع المكان اللي أنتوا حتجلسوا فيه إنه آمن. الطفل لا يجري على الشارع على السكة، لا يروح على البحر وإحنا ما إحنا واعين وما إحنا مهتمين. في لوح إرشادية موجودة في البحر بتقول منطقة محظورة السباح فيها. فهذه أشياء كلها مهمة جدا إنه إحنا نلتفت لها. إحنا طبعا سعيدين بتواجدك صديق البحر الأول كابتن إبراهيم التركي. الله يكرم أصلك إن شاء الله. شكرا. إذن مشاهدي الكرام بعد هذه الفقرة ما زالت فقرة السيدة مستمرة، لكن بعد هذا الفاصل القصير أكيد ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل. سيدتي نعرفك على رجيم النقاط الغذائية، نظام غذائي فرنسي يعتمد على الألياف.